ارحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام في همزة وصل جديدة. هذا البرنامج منكم وعليكم دائما، ومن خلال التواصل ومواقع التواصل الاجتماعي نتواصل معاكم دائما لأخذ الآراء من حضراتكم وعرضها على شاشة نيل الأخبار. هيا بنتكلم اليوم بعد مرور 7 سنوات على افتتاح الممر الملاحي الجديد لقناة السويس، طفرة نوعية في عدد المرور السفن بالنسبة للممر المائي الأهم في العالم وقناة السويس، وكذلك الطفرة في عدد السفن وفي الحمولات التي تحملها، وكذلك التوسع الكبير في القناة بعد أن كانت القافلة الجنوب تنتظر وقافلة الشمال تمر، أو قافلة الشمال تمر وقافلة الجنوب تنتظر. الآن أصبح الازدواج، لا هناك وقوف وحركة حركة دائمة في قناة السويس. وخير برهان، يمكن الدليل الواضح الذي شعر العالم بأهمية قناة السويس، وأنه شريان لا غنى عنه حينما جنحت السفينة البنمية في القناة وإغلاق مجرى القناة لمدة 3 أيام. شعر العالم بحجم وأهمية قناة السويس، والحقيقة ده من ضمن الموضوعات اللي نتحدث عنها بمناسبة مرور 7 سنوات على إنشاء الممر الملاحي وازدواج الممر الملاحي الأبرز في العالم. الحقيقة الأرقام بتتحدث عن نفسها، في أعلى معدلات عبور شهري في التاريخ، 2103 سفينة بحمولات صافية في القناة، 125.1 مليون طن، الحقيقة 704 مليون دولار هو العائد خلال هذا الشهر. هي أرقام كبيرة جدا تدل على أهمية قناة السويس، وهي كيف كانت وكيف الأمور آلت بسواعد المصريين. خلال عام واحد فقط تم شق القناة أو الفرع الآخر في القناة. نتابع مع حضراتكم سؤال حلقة اليوم، وهو طبعا يدور حول قناة السويس وكيفية ازدواجها، ومرورا أيضا بالاحتفال بالذكرى السابعة لها. قناة السويس الجديدة كيف حدثت نقلة نوعية في تطوير أهم مجرى ملاحي في العالم، هو سؤال حلقة اليوم. نخرج لفاصل قصير مع هذا التقرير ونقول لحضراتكم لمباشرة الحوار في همزة وصل. مكانة دولية خاصة تكتسبها قناة السويس باعتبارها شريانا وممرا ملاحيا رئيسا لحركة التجارة العالمية، نظرا لموقعها الجغرافي المتميز وما توفره من تسهيلات وخدمات ملاحية للسفن والناقلات العابرة تتواكب مع المتغيرات والتطورات المختلفة في منظومة النقل البحري. وتعد القناة أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب والأكثر أمنا، مما يعطي القناة ميزة تنافسية مقارنة بالممرات الملاحية الأخرى. هذا إلى جانب حرص الدولة المصرية على تطوير محور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية وإقامة مشروعات تنموية جاذبة للاستثمارات الأجنبية. تأتي تلك الجهود التي تقوم بها الدولة في إطار استراتيجية شاملة لتحويله إلى مركز لوجستي عالمي للإمداد والتموين في وقت يتنامى فيه الاحتياج العالمي لتسهيل حركة التجارة وسلاسل الإمداد والتوريد في ظل الأزمات المتتالية التي تتعرض لها دول العالم. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقريرا أشار فيه إلى أن قناة السويس لم تتأثر سلبا بالأزمات الدولية العاصفة، مؤكدا استمرار تحسن أداء القناة رغم الأزمة الأوكرانية. واستعرض المركز الإعلامي إحصائيات الملاحة بقناة السويس خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت حصيلة الإيرادات التي حققتها القناة نحو 3.6 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022 في مقابل 3 مليارات في النصف الأول من عام 2021 بنسبة زيادة تقدر ب20%. ورصد التقرير عددا من الأرقام القياسية الجديدة التي حققتها القناة خلال شهر يوليو 2022، حيث عبرت القناة 2103 سفن، وهو أعلى معدل عبور شهري في تاريخها، كما بلغ حجم الحمولة الصافية نحو 125,100,000 طن، وهو الأعلى شهريا في تاريخ القناة أيضا، فضلا عن بلوغ الإيراد الشهري للقناة نحو 704 ملايين دولار، وهو الأعلى كذلك في تاريخ القناة.
معنا لتعليق حول موضوع حلقة اليوم دكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق والنقل بجامعة عين شمس. دكتور حسن، برحب بحضرتك. مساء الخير على حضرتك. أهلا، مساء الخير على حضرتك يا فندم. الحقيقة دكتور حسن، مشروع ازدواج قناة السويس كان مشروع جاء في وقته كما يقولون، يعني لو كنا نفذنا هذا المشروع في هذه الأيام يمكن كنا ندفع أضعاف أضعاف مضاعفة لما دفعناه في هذا الوقت، وكانت تمويل مصري خالص وبسواعد مصرية خالصة. طبعا بعد مرور 7 سنوات، دلالة أهمية ازدواج قناة السويس يا دكتور حسن. يعني هو كان مشروع قومي هام جدا لعدة أسباب. أول حاجة إن هذا المشروع كان مخطط له من عقود ولم يتم تنفيذه لعدم أو لغياب الإرادة السياسية، وما كانش في هدف قومي يلتف حواليه الشعب المصري. وأذكر حضرتك وأذكر نفسي إن ده كان الهدف القومي لكل المصريين، اجتمعوا حواليه بعد ما ربنا أنقذنا من الفترة اللي كانت فيها البلد يعني بتضيع مننا في فترة الإخوان. فكان لابد إن احنا نجتمع على قلب رجل واحد لمشروعات قومية تستفيد منها الدولة، وهذا ما حدث بداية في ازدواج قناة السويس. هذا المشروع لم يأتي يعني من فراغ، ولكن هناك دراسات فنية كانت بتقول حتمية وضرورة هذا الأمر، خصوصا في التنافسية الإقليمية. يعني أنت عندك بعض الدول الجوار الإقليمية اللي كانت بتبحث عن بديل لقناة السويس، اللي احنا طبعا يمكن السفينة بتاعت إيفر جيفن والفترة اللي كان فيها يعني تعطل الحركه في مجرى قناه السويس، شفنا ايه اللي حصل للتجاره الدوليه، وده اكبر دليل على ان لا يوجد بديل لقناه السويس عالميا، وبالتالي لابد ان احنا نهتم بهذا الموقع الاستراتيجي وبهذا المجرى الملاحي اللي ربنا اكرمنا بيه، ونهتم بيه نستثمره افضل استثمار. وطبعا عمليه الازدواج كما اشار التقرير ساهمت في زيادة إيرادات القناة، وساهمت في زيادة الحمولات اللي بتمر من القناة، وكل هذه الأمور بتصب في مصلحة الاقتصاد المصري. وإحنا محتاجين إن إحنا نطور تاني في المجرى، لأن الحمولات اللي موجودة على مستوى العالم والمنقلات دلوقتي بقت حجمها كبير وأحمالها وأوزانها كبيرة، بتحتاج غاطس أكبر. فلابد إن أنا أواكب التطورات اللي موجودة على مستوى النقل البحري علشان أقدر إن أنا أكون منافس لغيري. مش بس كده، ده كمان في الخدمات اللي المفروض ان انا اقدمها، يبقى ليس فقط مجرى مائي لعبور النقلات منه والحاويات، لكن كمان يبقى في خدمه لوجستيات بنقدمها، وخدمه صناعه القيمه المضافه، وهذا ما تقدمه او ما ستقوم عليه محور تنميه قناه السويس. وده يعني مشروع متكامل مع عمليه التوسيع للقناه اللي تمت، وفي نفس الوقت عملنا يعني انفاق قناه السويس اللي تمت شمال الاسماعيليه وجنوب بورسعيد، وازدواج نفق الشهيد احمد حمدي لسهوله الوصول الى اراضي سيناء سواء اذا كان شمال او وسط او جنوب سيناء، وبالتالي اقدر ان انا اعمر هذه المناطق واستفيد ايضا مما تم من توسيع وازدواج لقناه السويس في تنميه هذه المناطق. طيب دكتور حسن، برضه لو اخذنا يعني ازدواجية القناة بوجهة نظر حضرتك، هل فعلا حققت الطفرة المرجوة في حجم الملاحة البحرية العالمية بشكل كبير وأثرت على الاقتصاد المصري ودخل القناة؟ هي حققت، ولكن عايز أقول لك إن إحنا جينا في فترة يعني إحنا ما أعرفش الاقتصاد العالمي، دخلنا في موضوع كورونا وخرجنا من كورونا، دخلنا في الحرب الروسية الأوكرانية، كل هذا تأثر به المجتمع الدولي في مجالات الاقتصادية ومجالات النقل بكافة وظائفه على مستوى العالم. فلما نلاقي ان انا عندي زيادة في الايراد في ظل هذه التحديات الدولية، ده انجاز اقرب ما يكون للاعجاز. يعني ماذا لو لم يكن هناك ازمات دولية؟ اكيد الربحية او العائد اللي كان هيحصل من ازدواج القناة كان هيكون اكبر من كده بكتير. فأنا عايز أقول إنها حققت، ولكن ليس بالطموح اللي كنا بنهدف إليه لسبب ملناش علاقة بيه، لكن هي موضوع جائحة كورونا، وإن في دول كتير جدا قفلت بالكامل، أو إن الصناعات قلت واستغنوا عن عمال، وبالتالي أصبح إن ما بقاش في حجم النقل اللي موجود قبل جائحة كورونا. دخلنا بعد كده في موضوع الأزمة الروسية الأوكرانية، ودي برضه أثرت على حركة النقل على مستوى العالم. نعم. فإذا عادت الأمور إلى ما كانت عليه، وده إن شاء الله تعالى متوقع، ربنا يعني يصلح حال العالم كله، هتلاقي إن الإيرادات وما هو متوقع يفي بالطموح اللي كان عندنا لما عملنا ازدواج لقناة السويس. نعم.
طيب دكتور، أخيرا يمكن بنتكلم على ما حققه هذا الشهر، يمكن عبور تاريخي، بنتكلم على 2103 سفينة. عبورها 125 مليون طن، بالظبط 125 مليون طن عدوا في الشهر ده، طبعا رقم كبير جدا مقارنة بما كان يحدث قبل دون، بالإضافة إلى عملية كمان توفير الوقت. كان زمان بنقسم قافلة الشمال وقافلة الجنوب، لأن ما كنتش بقدر أشغل المجرى الملاحي في الاتجاهين، فكان في ناس أو بعض الناقلات والحاويات تنتظر دورها في العبور، فده طبعا بيقلل من الانتظار اللي موجود، وبالتالي بيحقق سرعة في مرور الناقلات والحاويات من المجرى المائي، وده بينعكس على إن العدد اللي بيمر عندي، نعم وبالتالي له مردود في الدخل اللي يعني بيعود علينا من قناة السويس. وإن شاء الله تعالى كما أشرت إن إحنا محتاجين نستمر في تطوير قناة السويس، وفي نفس الوقت بنقول إن إحنا عندنا التجارة العالمية لما تعود إلى ما كانت عليه قبل أزمة كورونا وقبل الأزمة الأوكرانية الروسية، من المتوقع إن العائد على الاقتصاد المصري سيفي بالطموح اللي كان عندنا لما عملنا ازدواج قناة السويس إن شاء الله. نعم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق والنقل بجامعة عين شمس، وينضم لنا أيضا هاتفيا دكتور عصام البكل، مساعد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. برحب بك دكتور عصام. دكتور عصام، أيوة سامعك، أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك يا فندم. النهاردة بنتكلم على 7 سنوات مرت على الفرع الآخر من قناة السويس، وبنحتفل جميعا كمصريين بهذا الحدث التاريخي اللي حدث منذ 7 سنوات بأيدي مصرية خالصة وبتمويل مصري خالص أيضا. وجهة نظرك يا دكتور، كان أهمية إنشاء هذا الفرع في هذه الفترة تحديدا؟ والله أنا بعتز على مستوى الشخصي إن أنا على قناة النيل الأخبار، كنت أنا استضافوني في يوم 29 مارس اللي هو يوم تحرير العبارة، وقلت إيفر جيفن، وقلت ان احنا هنبدا باذن الله تعالى نحول المحنه دي لمنحه، وهنعد ارقام قياسيه، وده اللي فعلا حضرتك اشرت اليه في مقدمه البرنامج، ان فعلا هنحقق ارقام غير مسبوقه قبل كده. ولكن المشروع نفسه قناه السويس اللي هي فكر ان شاء الله هينتهي بالازدواج، احنا لسه الجزء الجنوبي ما انتهاش، ويمكن حتى السفينه ايفر جيفن ساعدت على التعجيل بحته ان احنا نخلص اخر جزء اللي هو الممر الجنوبي، بحيث ان يبقى فعلا ازدواج كامل لقناه السويس. ولكن الارقام اللي موجوده، يمكن الدكتور اللي قبلي على طول كان اتكلم على ان احنا الظروف العالميه قللت توقعاتنا، ولكن انا بعتبر لا، ده بالعكس، ده احنا لو قلنا انخفاض حجم التجاره العالمي كبرسنتج ونشوف قناه السويس ارتفعت، فده يعني ان احنا بالارقام كده احنا محققين فعلا اعجاز يعني. نعم. طيب دكتور عصام، ايضا يمكن القناة الجديدة كانت حققت في شهر يوليو الماضي أرقام قياسية جدا، سواء في الدخل أو سواء من عدد العبور أو حتى سواء في الحمولات، الحقيقة كلها أرقام كبيرة جدا تدل على أن كان مهم جدا أن احنا نعمل ازدواج الخط الآخر خلال هذه الفترة. بنتكلم عن حوالي 2103 سفينة، 125 مليون طن، و704 مليون دولار اللي هو حجم الدخل خلال هذا المرور. بوجهة نظرك، هل الأحجام والغواصة أيضا دكتور عصام، باعتبارنا حضرتك من المختصين في بناء السفن، هل القناة الآن مهيئة لمرور الغواصة الكبيرة في القناة والأحجام الكبيرة من السفن التي يقوم ببنائها الآن العالم عشان توفر عملية النقل وتشيل أكبر حمولة ممكنة؟ هو طبعا القناة هي أكبر وأعمق يعني الممر الملاحي العالمي الوحيد حاليا اللي بيستوعب جميع حملات السفن اللي عاملة في البحر التجارية، طبعا اللي هي الأوشن جوينج شيبس يعني. بس احنا عايزين نفكر بعض بحاجة، إن لما حتى السفينة إيفر جيفن كانت موجودة احتجزت حوالي 420 سفينة كانوا منتظرين الدخول، ودول دخلوا في زمن قياسي. يعني احنا لو قلنا ان عبور 80 سفينه وضح لنا او 90 سفينه وضح قدره السبائل، لا، احنا ال 420 سفينه دول عدوا في زمن قياسي. فبالتالي القناه اثبتت بالفعل للتجاره العالميه انها قدرتها الاستيعابيه عاليه جدا. فدي يعني نقطه لازم لازم ننوه عنها. القناه نفسها كطول وعرض بدايلها في العالم كله ما فيش، يعني هنقول ايه لو احنا قلنا بدايل، يمكن حتى هيئه قناه السويس حاليا بتستبق الاحداث، ودي حاجه محترمه جدا من القائمين في هيئه قناه السويس، ان هم بيدرسوا
طب والله مستقبلا احنا مش هنركن الا ان احنا اكبر واهم ممر ملاحي، ولكن البدائل المنافسه احنا موقفنا منها ايه؟ عشان خاطر لو احنا قلنا سنه 2050 مثلا دنيتنا هتبقى شكلها ازاي؟ انا عايز اقول لحضرتك لا، احنا حاليا بنستوعب اكبر احجام السفن، وحاليا في خطط يعني نقول ايه استباقيه ان شاء الله باذن الله كده القائمين في قناه السويس مع الخبراء اللي بيتعاونوا معاهم، نحط ان احنا دايما نبقى في المقدمه، مفيش سفينه ما تقدرش تعدي من قناه السويس سواء عمق او عرض او طول. بينما مثلا قلنا مثلا قناه بنما، احنا بنتكلم على ان كان زمان يقولوا بنما ماكس، يعني القناه اللي تقدر تعدي في قناه بنما، النهارده الكونتينر ال 12000 ماكسيمم لو قدر يعدي من قناه بنما احنا بنعدي اكثر من 18 و20000 تي اي يو، اللي هي يعني وحده شحن الكونتينرز يعني. طيب دكتور، ايضا القناه يمكن بعد جنوح السفينه ايفر جرين يمكن العالم شعر باهميه قناه السويس ان لا بديل عنها، وكان البعض يعني قال ان احنا ناخد راس طريق يعني راس رجاء الصالح كبديل جيد لقناه السويس، لكن سرعان ما عادت تلك الافكار ادراج الرياح، وكله اقر باهميه قناه السويس، حتى يعني قالوا انه هتكون التكلفه اقل، لكن اكتشفوا ان التكلفه اكبر كتير جدا بالنسبه لاستخدام راس رجاء الصالح عن قناه السويس. هو خلينا نتكلم حاجه في مجال الشحن البحري، راس رجاء الصالح طول عمره بديل موجود، ويمكن لما اتقفلت قناه السويس بعد حرب 67 اتجه العالم كله للسفن الضخمه جدا، على اساس ان كان البترول رخيص قبل حرب 73، وكان راس رجاء الصالح بيزود المسافه حوالي 10 ايام. فعشان يعوض الفرق دوت التكلفه التشغيليه كان البترول رخيص، فعملوا الاحجام الضخمه. لما افتتحت قناه السويس في 73 ما كانتش بتستوعب هذه الاحجام من السفن، ولكن القائمين على هيئه قناه السويس برضو، وانا يعني بسجل لكل الاجيال اللي بتدير هيئه قناه السويس الاحترافيه في الاداء، بداوا على طول في مشروعات التوسعه، عشان في الاخر خالص انتهى بالنسبه للسفن الضخمه ديت بديل لراس رجاء الصالح، لان طبعا البترول غلي قوي والاوبريشن كوست غلت قوي، والمراكب الضخمه دي كانت الى حد ما ركنت، وبالظروف العالميه طبعا بسبب حرب 73، وبدا يعدي قناه السويس، وقناه السويس بدات في عمليات التوسعه واستمرت الى اخر مشروع اللي احنا شغالين فيه دلوقتي، اللي هو الزواج الممر الجنوبي في قناه السويس عشان تبقى الزواج كامل. فانا عايز اقول دائما بدائل قناه السويس بقى، اسرائيل مثلا بتفكر تبني تحفر القناه ديت عشان يحفروها، واخد بال حضرتك يعني من ايلات لاشدود قصه كده، يعني قصه يعني حزينه جدا، لان هم تكلفتها وطبيعه الارض الصخريه واخلافه مش سهله ابدا، ومن ضمن الحاجات اللي كنت قريتها محتاجين مش عارف كم 100 مليون كم يعني حوالي 250 قنبله نوويه عشان يقدروا يحفروا قناه زي دي. ايران مثلا بتفكر مع الهند انها تعمل طريق ما بين بري وما بين بحري وما بين سكه حديد وبتاع، اخطر طريق على الاطلاق. نقدر احنا النهارده نهتم ان احنا لابد نبص له نظره مستقبليه، اللي هو البديل الروسي من طريق بحر الشمال، لان الاحتباس الحراري اللي موجود دلوقتي بيخلي الفتره ان الطريق اللي فوق ده بيوفر من 30 ل 40% على، فبيخلي اقتصادات السفن خلال الاربع شهور اللي هو مفتوح فيه البديل ده اوفر للتجاره العالميه. ولكن انا بقول لحضرتك مع برضو التطور اللي موجود والشغل اللي بيحصل، ومع الطاقه التطور التكنولوجي في مجال الطاقه، ان احنا ممكن نبدا بقى في الطاقه النظيفه ونستوعب بشكل افضل، وتكلفه التشغيل تبقى احسن. اعتقد سيظل قناه السويس هي الممر الملاحي الاهم في العالم كله ان شاء الله. نعم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عصام البكل، مساعد رئيس الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا، شكرا جزيلا لحضرتك. طبعا لابد من الاهتمام باراء حضراتكم على مواقع التواصل الاجتماعي، ونتابع مباشره كلمات حضراتكم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. دكتور عبد الرحمن حجازي بيقول قناه السويس المجرى العالمي واللي حقق مرور للتجاره العالميه منذ نشاه التفريعه، ان عبور سفن الحاويات الاكبر عالميا لقناه السويس في اولى رحلتها البحريه يعكس ثقه المجتمع الملاحي في قدره القناه على استقبال واستيعاب الاجيال الحاليه والمستقبليه من سفن الحاويات العملاقه، حيث تستطيع القناه استقبال 100% من اسطول سفن الحاويات العالمي بفضل المشروع الجديد، والسفن العالمية تستطيع أن هي تعبر
والسفينة إيفر إيس، وهي السفينة الأولى اللي بيتم تشغيلها ضمن سلسلة مكونة من 12 سفينة من الفئة إيه يتم بنائها لصالح الخط الملاحي العالمي. عاشت مصر في تقدم وعلو ورقي، وتحية لأسرة همزة وصل، والتحية لحضرتك برضو يا دكتور، مشرفنا بتعليق حضرتك. الأستاذ كمال صالح، 12% من التجارة العالمية بتمر منها، اختصار زمن العبور، تقديم خدمات لوجستية، مناطق صناعية عملاقة حولها، شهد العالم بقيمتها إبان مشكلة إيفر جرين، وتحية مصر، عاش الرئيس السيسي مؤسس الجمهورية الجديدة. شكرا جزيلا لتعليق حضرتك. الأستاذة ناهد عبد الفتاح، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قناة السويس الجديدة كانت بداية لنصر جديد في توحيد الشعب خلف قيادته من أجل مستقبل الأجيال القادمة وتحسين الوضع الاقتصادي الحالي، زيادة مساهمة القناة في حجم التجارة العالمية وتقليل الوقت والجهد والتكلفة وزيادة الموارد، وأهم من كل ذلك هو التأكيد على أهمية قناة السويس كشريان للتجارة الدولية لا يمكن تجاهله. لذلك فإن قناة السويس الجديدة هي هدية جديدة في مصر العالم أجمع، وأن كانت تربط كل دول العالم ببعضها البعض. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ ماهر. الحقيقة طبعا دي تعليقات حضراتكم من التعليقات المهمة جدا اللي احنا بنسمعها دائما، ونسمع آراء حضراتكم الإيجابية في هذا الموضوع. معنا عبر الهاتف أيضا قبطان وسام حافظ، كبير المرشدين بقناة السويس سابقا. برحب بك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك، كل سنة وأنتم طيبين. طبعا يعني افتتاح القناة أو الفرع الجديد في قناة السويس بيوافق هذا اليوم منذ حوالي 7 سنوات، الحقيقة ده إنجاز كبير جدا جدا يضاف لقناة السويس، وكان مهم جدا ان احنا نلاقي مثل هذا الفرع عشان تكون قافلة الشمال وقافلة الجنوب يعبروا في وقت واحد، يمكن اختصارا للوقت والجهد الكبير اللي كان بينتظروه خلف كل قافلة. تمام، اتفضل يا فندم. هو يعني نضيف على كده ان طبعا المراكب الضخمة زادت، فكان المرابط اللي موجودة في قناة السويس اللي موجودة في البحيرات المرة كانت موجودة لثمان مراكب فقط. فالتفريعة الجديدة دي خلت يبقى في مثلا 20 مركب كبيرة تيجي من الجنوب للشمال، و20 مركب كبيرة من الشمال للجنوب في نفس الوقت، يعني 40 مركب كبار يعدوا قناة السويس ضخمين، يعني المراكب الضخمة يعدوا في نفس الوقت. طبعا ده وفر وقت لهم جامد، والمراكب دي بقى تعدي بدل ما تعدي مثلا في أكثر من 20 ساعة أو 24 ساعة في وقت في بعض الأوقات، بقت تعدي في من 9 ل 11 ساعة بالكتير. فطبعا ده خلى في وفر لهم في عبور قناة السويس، يعني بقى في ميزة للمراكب الضخمة انها تعدي قناة السويس، وده خلى في الوقت اللي احنا عملنا فيه الحكاية دي، كان رغم ان البترول كان بيتسرق من الدول العربية، الا ان الوفر الوقت وفر كمان في الرسوم بتاعت قناة السويس والتكاليف بتاعت عبور قناة المراكب وقناة السويس، فأصبح المراكب بتعدي قناة السويس وما تروحش ناحية رأس الرجاء الصالح. يعني الحقيقة يعني كانت توفيق جامد جدا، لو على إن طبعا بالنسبة لنا احنا قناة السويس، يعني لو حصل موقف من المواقف نقدر نستخدم القناة، يعني القناة عطلت ممكن نستخدم قناة تانية، يعني يبقى في مناورة في حركة السفن في قناة السويس. التفريعة الجديدة دي خلتها بقت ممكن انها تبقى يعني وفرت الكلام ده. نعم، طيب عايزين نتكلم برضه يا فندم على يمكن دقة وبراعة المرشدين المصريين في مرور السفن والإتقان الكبير جدا اللي بيقوم به المرشدين في قناة السويس الحقيقة في عبور السفن. ويمكن خير دليل لما شفنا جناح السفينة إيفر جرين، هي يمكن تم التحرير بالكامل من خلال الأفكار المصرية ومساعدات بسيطة من الغير، لكن احنا اللي قمنا بهذا الموضوع، والحقيقة ده إشادة كبيرة جدا من العالم بقوة وفكر المرشدين المصريين ودقة العمل اللي بيقوموا به.
هي الايفر جرين او الايفر جيفن اللي حضرتك بتتكلم، الحادثه بتاعتها المشهوره عملت يعني شهره جامده جدا لمصر، لان طبعا الحادثه دي كانت حادثه يعني جديده على قناه السويس، ومركب ضخمه جدا يعني كانت 220 الف طن انها يعني تشحط الشحطانه اللي حصلت في الوقت ده، وعطلت قناه السويس حوالي 6 ايام. كانت يعني طبعا حادثه كبيره حصلت في قناه السويس في الوقت ده، انما المجهود اللي اتبذل والاساليب اللي اتبعتها قناه السويس في ان المركب دي تخرج، يعني الحمد لله ربنا اكرمنا. ووضح بقى يعني الناس اللي بتعادينا كانوا يعني فرحانين فينا قوي، وكانوا بيقولوا بقى ان هيعملوا قناه جديده وهيعملوا حاجات جديده. الحمد لله ان الموضوع خلص في 6 ايام، والمركب طلعت وثبت ان قناه السويس يعني برجالها ومهندسينها ومرشدينها وكل امكانياتها كلها هي اللي قدرت انها تطلع المركب، والحمد لله يعني يعني كانت حادثه واثبتت قدره قناه السويس على انها تقدر، او رجال قناه السويس انهم يقدروا على اي ظروف صعبه تمر في قناه السويس ان احنا ممكن ان احنا نتغلب عليها، وان احنا نقدر يعني الحمد لله قناه السويس تعتبر قناه امنه. وانا متوقع ان قناه السويس يعني دلوقتي بقى بيعدي حاجه و80 مركب، وانا متوقع في القريب العاجل هيعدي اكتر من 100 مركب في اليوم، حمولات كبيره، وطبعا ده هيبقى يعني خير كبير لمصر ان شاء الله. نعم. طيب برضو عايزين نتحدث عن المنطقه الاقتصاديه الخالصه برضو سيد قبطان وسامي، يمكن من ضمن الحاجات المهمه جدا والمنطقه اللوجستيه مهمه جدا في العالم ومهمه جدا بالنسبه لمصر كاحد الدخول القومية، ووجهة نظر حضرتك وكيف ترى أهمية هذه المنطقة اللوجستية؟ المنطقة الاقتصادية دي طبعا هيبقى في أراضي كتيرة جدا كانت موجودة زي أراضي في جوه سينا كانت بتستخدم يعني لأعمال مش مظبوطة، دلوقتي هيبقى فيها مزارع سمكية وهيبقى فيها مصانع سيارات، وهيبقى في دول كتيرة مشتركة في اشتراك في المنطقة الاقتصادية دي، بما يخلي المنطقة دي منطقة دولية هتشترك فيها دول أوروبية، ألمانيا وروسيا والصين ودول عربية، علاوة على يعني في يعني حياة كبيرة جدا في المنطقة بتاعت سينا بالذات، زائد إن المواني اللي موجودة حوالين المنطقة الاقتصادية دي ما بين العريش ودمياط وبورسعيد والسويس والعين السخنة، كل هذه المواني هتكون مواني نشيطة جدا في هذه المنطقة، وده هيبقى يعني هيبقى يعني نشاط تجاري ضخم جدا هيدر أموال كبيرة جدا على هذه المنطقة. فإحنا شغالين في هذا الموضوع والعملية ماشية على مستوى دولي، وربنا يوفقنا إن شاء الله بإذن الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا القبطان وسام حافظ كبير مرشدين قناة السويس سابقا، شكرا جزيلا لحضرتك. ينضم لنا هاتفيا دكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات السياسية، ورحب بك دكتور كريم. اهلا وسهلا بحضرتك، تحياتي لحضرتك. اهلا وسهلا دكتور. الحقيقة بنتكلم عن 7 سنين بنحتفل بذكرى انشاء الفرع الاخر من قناة السويس، الحقيقة ده يمكن خلى مصر في منطقة تاني خالص او في مجال النقل النهري واللوجستيات، الحقيقة مصر اصبحت رائدة، وقناة السويس الحقيقة لها صدى دولي كبير جدا، وبانشاء الفرع الاخر اللي بنحتفل بذكرى تأسيسه اليوم الحقيقة ده بيدل على إرادة المصريين وعزيمتهم التي لا تلين بإنشاء بأموال مصرية خالصة وكذلك بفكر مصري وتنفيذ مصري خالص. هو بالطبع 7 سنوات ساهمت فيهم خلال قناة السويس الجديدة في إعطاء مصر مكانة لوجستية ومكانة اقتصادية كبيرة على المستوى العالمي. يعني من خلال قناة السويس الجديدة كانت سبب رئيسي في تحقيق الاقتصاد المصري
لمعدلات نمو موجبة على المستوى الاقتصادي، وأيضا ساهمت بصورة كبيرة في استمرار نشاط الاقتصاد المصري والقدرة على جذب الاستثمارات في وقت توقفت فيه العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى. وجدنا قناة السويس بتنجح وبتستمر في تحقيق إيرادات كبيرة جدا على مستوى الاقتصاد ككل. طبعا بيرجع للعديد من الأسباب، حضرتك ذكرت السبب الرئيسي وهو إرادة المصريين وإرادة الشعب المصري في النهوض بالدولة المصرية وإعطاء الدولة المصرية ميزة على المستوى العالمي من الناحية اللوجستية. الأمر الثاني أيضا وهو نجاح سياسات اقتصادية وسياسات تشغيلية وتمويلية وترويجية وتسويقية للقائمين على قناة السويس الجديدة. كل هذه الأمور ساهمت بصورة كبيرة في إنجاح هذا المشروع القومي الكبير من ناحية، وساهمت بصورة كبيرة أن يكون هناك طموح وأن يكون هناك أمل وأن يكون هناك توقع بالمزيد من النجاحات والمكتسبات من خلال هذا الممر الملاحي الكبير. طيب برضو دكتور كريم، يعني بيستتبع ذلك برضو الحديث عن المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة لقناة السويس وأهميتها كمركز لوجستي عالمي ومحور في حركة التجارة العالمية. يعني طبعا هو الدولة المصرية والممر الملاحي لقناة السويس هو بيتميز بموقع جغرافي فريد، يعني بيربط كافة دول العالم، بيستطيع أن يربط أوروبا بأفريقيا، بيستطيع أن بيوفر الوقت والتكاليف الشحن للشحنات العابرة للقارات. ويمكن من خلال أزمة السفينة العالقة في شهر مارس من العام الماضي وجدنا أو ظهرت القيمة الفعلية لقناة السويس بعد توقف العديد من الشحنات وتعطل حركة التجارة العالمية على مستوى العالم. وبالتالي من هنا بنجد المكانة الفعلية لقناة السويس، بنجد أهمية هذا الممر الملاحي ليس فقط على مستوى الاقتصاد المصري ولكن على مستوى الاقتصاد العالمي. ويمكن دي نقطة مهمة جدا، وفي ظل تعطل سلاسل التوريد والإمداد في خلال الأزمات الأخيرة اللي شهدها العالم، أصبح موقع قناة السويس واحتلاله لهذا الموقع الجغرافي الفريد بيجعل الأعين تتجه نحو هذه المنطقة اللوجستية لإنشاء مصانع في محيطها ووضع مراكز للتصنيع والإنتاج والتصدير مباشرة من خلال قناة السويس. وبالتالي أصبحت الفرصة أكبر للقناة خلال المرحلة القادمة، وأصبح هناك الفرصة أكبر للتوسع في المنطقة الاقتصادية واللوجستية المحيطة بها. نعم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات السياسية، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المتابعة. كذلك الشكر موصول لحضراتكم المشاهدين الكرام على حسن المتابعة. بإذن الله غدا يتجدد مع حضراتكم جديد وهمزة وصل جديدة. إلى اللقاء.